Yeah.
ويا الاباء الكهنه اللي من اباشيه الكرسي الاورشليمي والقدس ازيك يا ابونا رويس الحمد لله بالسلام وياهم نيافه المطران الجديد نيافه الانبا انطونيوس كانكم رحتوا القدس كده بقى مش كده لما تصور وياهم يبقى رحنا القدس أبونا تيميساوس والد نيافة الأنبا أنطونيوس وإخوته أبونا صموئيل وأبونا تدرس وطبعا إخوته كل الأحباء يعني بس دول الأباء الكهنة الحاضرين معانا هنضمهم للقدس يلا مش كده خلاص ربنا يبارك الخدمه